السلام عليكم خاو، صباح الخير. اليوم رانا الجمعة لطروطية جوفي 2019، توكلنا على ربي حبيب بصر ما شاء الله. كيما تقولوها صاروا كيلو هاو ليكم ما شاء الله. جيت صباح عياد بزاف فاتيكي، وصلت لهنا قبل لوفي سولي. الو ربا حبيتش ندخل العيد، ديسيديت قلت نربوز شويه، رقدت شويه ترى هي رقدت واحد ساعه ونص والله صافا، ربوزيت بيا الحمد لله. ودخلت قصرو شوفوا حقول لكم بعد ملاحظات بوال كي يدخل فاتيكي ودركا بوال خاوتي كي يدخل فاتيكي ديجا الحاجه الاولى نحس انها البرد بزاف. دركا خاوتي حق ربي لاني نحس بالبرد، واذا تبين لكم بلي الجسم كيرتاح راه تكون عنده مقاومه عاليه للبرد. هذه الاولى، الثانيه تحسوا بالدخله الاولى بلي راكم متاقلمين ومعلمه وعندكم انتم الامكانيه باش تحكموا كتب النفس تاعكم يكون طويل. هذو بزاف نقاط يا خاوتي، والله المستعان. السلام عليكم.